10 ديال الاشياء ممنوعه في الجزائر منعا باتا وفي المغرب عادي. واش هما هاد الاشياء اللي ممنوعين في الجزائر وفي المغرب هما حاجه عاديه؟ هادشي اللي نشوفوه في هاد الفيديو. اولا قبل ما نبداو الفيديو نبغي نشرح لكم بلي هاد الصوالح اللي ممنوعين في الجزائر وفي المغرب حاجه عاديه. نبغي نشرح شي عوامل. اولا باش تهضر على الجزائر ولا على المغرب راك ماشي كتهضر على مدينه مقابل مدينه اخرى، راك كتهضر على دوله. بحال دوله الجزائر راك كتهضر على اكبر دوله في افريقيا. المغرب راه دوله كبيره عاوتاني. ما يمكنش انك منين تقول هاد الحاجه ممنوعه في الجزائر ومسموحه في المغرب فهادي كتنطبق على كاع المناطق ولا على كاع الناس. يعني احنا ملي غادي نهضروا غادي نهضروا على الاغلبيه، لان في الفيديو غادي نهضر على الصوالح اللي ممنوعين بتاتا والصوالح اللي عيب في الجزائر وماشي عيب في المغرب. فكما غادي نهضر على الصوالح اللي عيب في الجزائر كاينين الناس في المغرب غادي يجيهم حتى هذا الشيء عيب. انا بغيت نشرح لكم هذا الشرح البسيط. والشرح الثاني ان هذه المعلومات ماشي كاملين من عندي، هذه المعلومات بحثت عليهم وسولت عليهم وكاينين الناس بزاف دايرين عليهم فيديوهات. كاين الصوالح اللي عارفهم انايا وكاين الصوالح اللي غير قالوا لي عليهم. دابا نبداو اول حاجه. اول حاجه ممنوعه في الجزائر ولا عيب في الجزائر هي المراه تركب في الموطو، في الموتور الدراجه الناريه. عندهم في الجزائر عيب ان المراه تركب مور رجلها ولا مور خوها ولا مور اي واحد في الدراجه الناريه، وعيب انها تسوق الدراجه. هذه عندهم في الجزائر عيب. احنا في المغرب عندنا عادي، وانا اصلا دابا عندي عادي. يقدر يجيني شي جزائري يقول لي لا راها في الحرمه، حشومه تركب الحرمه ديالك في لاموطو ولا تخليها هي تسوق. انا كنحترم الراي نتاع داك الجزائري اللي غادي يقول لي هكا، ولكن انا عندي فكره اخرى عاوتاني على الحرمه. الا انت تمنعها انها تسوق لاموطو ولا انها تركب موراك، اصلا الحرمه ما غاديش تخرج من الدار. ومنين غادي تخرج من الدار غادي يشوفوها الرجال، لان يعني كيما يدخل للزنقه وغادي تمشى وغادي يشوفوها الناس، فمنين يتركب موراك يشوفوها الناس. هذه من وجهه النظر ديالي ومن وجهه النظر ديال المغاربه كاملين تقريبا، لان احنا هذا الشيء عندنا عادي. المهم من التجربه ديالي كنشوف هذا الشيء عادي، يقدروا مناطق اخرين يشوفوه ماشي عادي ويكونوا في المغرب. في الجزائر ممنوعه واحد المهنه ولا ما كايناش لحقاش ما كاينش اللي كيخدمها، وهي هذاك اللي كتمشي للوطيل وكيهز لك السيكان ديالك، الساك ديالك، وكيمشي معك للغرفه ديالك وكيعطيك السيكان. في الجزائر هذه ما كايناش، ماشي ممنوعه مع الدوله، ولكن اصلا ما كاينش اللي يخدمها. يقدر جزائري يعاونك ولا الا كنت يعني راجل كبير ما قادش تهز شي حاجه، ولكن باش يهز لك الحقائب ديالك وتخلصوا فهاد الصوالح ما كاينينش. وفي المغرب كاينه، وفي الحقيقه ماشي غير في المغرب كاينه، هذه كاينه في العالم كامل الا الجزائر اللي ما فيهاش هذه القضيه. وهذه المعلومه سامع بها بصح ما مأكدش منها. المراه في الجزائر ما تخدمش الفلاحه. المراه في المغرب تقدر تلقاها في شي مدن فلاحيه تبكر مع الصباح وتمشي تخدم الفلاحه. المراه في الجزائر ما تخدمش الفلاحه، تخدم شي خدامي، بحال انها تخدم شي خدامي بصح بعادين على الفلاحه، بصح باش تبكر مع الصباح وتمشي تخدم في الفلاحه، فهذه ما كايناش في الجزائر. رابع حاجه ما كايناش في الجزائر وكيعتبروها عيب وقالوا باللي عندنا كاينه، عذرا على التسميه ولكن ما عنديش كندير نسميها لكم، ان الحمام ما كيدخلولوش بالسليب، خص يكون شورت طويل تحت الركبه ولا فوق الركبه، المهم يكون شورت. حنايا في المغرب هنايا عادي، شفت بزاف الفيديوهات اللي كاينين المغاربه كيقول لك هنا في المغرب عادي. انا ما عرفتش واش عادي ولا لا، بصح حنايا في المغرب، حنايا في وجده بعدا، الشباب اللي قدي ولا اللي صغار عليا ولا اللي كبار عليا واحد شويه، ما عمري ما شفت شي واحد في الحمام داخل بالسليب، من غير واحد الفئه قليله 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 ديال دوك الناس الشوابل، الله يعفو عليهم. هذوك ما نعرف جايبين العقليه قديمه ولا ما عرفتش، هذوك هما اللي باقيين واحد الفئه قليله. بالمناسبه انا الحمام ضد الحمام، تقدروا تقولوا انا الحمام كنمشي له مره في العام مره في العامين. ملي كنمشي يعني للدوش كنمشي للدوش مبلع على راسي بابي بوحدي، وهذا خير حاجه. يعني احسن حاجه انك تمشي للدوش تبلع على راسك تكون بوحدك. انا الحمام ما كيعجبنيش، وكثير شي ملي سمعت عليه ان الحمام في الاسلام مكروه للرجال وحرام للنساء. خامس حاجه في الجزائر عيب وفي المغرب عاديه، هي انك تخلص السيد وترمي له الفلوس. بحال هكا شريت على شي واحد شي حاجه ورميت له هكا الفلوس، هذه ما يتقبلهاش منك وتقدر تدابز انت وياه. قالوا عاوتاني شي واحد في الفيديوهات قال لك هذه حاجه عاديه في المغرب. نجيكم الصراحه ما عمري ما سيت هذه القضيه في المغرب، يعني نرمي البنادم الفلوس، لان هذه من قله الاحترام. انا جامي درتها في المغرب باش نشوف واش هذه الحاجه عاديه في المغرب ولا لا. ما عمري ما نعقل على راسي رميت لشي واحد الفلوس. كاين لقطات في المغرب كنرميو فيهم الفلوس ولكن عندك عذر. مثلا حنا الخدمه ديالنا كاينه في العلاوه، كيكون صاحبي لتحت وانا في التروازيام ولا السانكيام، باش كيمشي يجيب لي الغدا كنرمي له الدراهم من السانكيام يمشي يجيب لي الغدا.
وهذه حاجه عاديه لانني انا في السانكيه ما كنرمي له الدراهم، بصح شي واحد هكا حدايا نرمي له الدراهم باش نخلصوا هذه جامي درتها في المغرب ودرتها مره في الجزائر. غادي تقولوا لي علاش ما عمرك ما درتها في المغرب ودرتها في الجزائر؟ الجزائر انا نشرح لكم علاش. كنت انا وصاحبي ماشيين من لاباستي للمانيج، من لاباستي للمانيج فوهران، مول الطاكسي ركبنا معاه عارفنا مغاربه، يعني كنهضروا معاه عارفنا مغاربه. وصلنا للمانيج ما عقلتش بالضبط واش 20,000 ولا 10,000، وصلنا حنايا بزوج اي هذاك خلصناه ومشينا دخلنا للمانيج. ملي كنا راجعين ركبنا مع واحد مول الطاكسي واحد اخر، هذاك مول الطاكسي واحد اخر عاوتاني عرفنا مغاربه بالهضره ديالنا، وصلنا عاوتاني من المانيج حتى للبلاصه فين شدينا فيها الطاكسي الاخر، يعني حتى لاباستي. ملي قلنا له شحال الثمن دوبلو لنا بجوج مرات. هاد القضيه وقعت في 2015، ما عقلتش واش جاتنا 10,000 وحسبنا 20,000 ولا كانت جاتنا 20,000 وحسبنا 40,000. المهم دوبلنا بجوج مرات، يعني بحال حسبني انا بلاصه وصاحبي بلاصه. ايا ما بغيناش نتناقشوا معاه، كي شغل عرفنا برانيين ما بغيناش نجبدوا الصداع عليه، على تنيرفيت ورميت له الدراهم. وكي رميت له الدراهم ما بغاش يهزهم، خليتهم مرميين ومشيت بحالي. ولاحظتوا بلي تعصب بزاف، وفي في الحقيقه انا كنت معصب بزاف لان باش دوبل عليا الثمن بحال راك حقرتني. وهذه بالمناسبه راه ما كايناش في الجزائر، يعني قليل اللي تلقاه بحال هكا، راه واخا كيعرفك مغربي ولا راه ما كيدوبلش عليك الا هذا. ما عرفتش باش انا كنقول لكم ديما ما عمرك ما تعمم على شعب شي حاجه، شعب فيه 40 مليون واحد انك تعمو كامل بحاجه. بحال كاين اللي كيهضر على المغرب والجزائر كيعمم على الجزائر شي حاجه وكيعمم على المغرب شي حاجه، ما عمرك ما تعمم على شي واحد، ما عمرك ما تعمم على شعب كامل. الشعب الجزائري راه 40 مليون واحد، الشعب المغربي راه 40 مليون واحد. تعرف شحال هي 40 مليون واحد؟ كل واحد كي داير كابر، كل واحد وعقليته، كل واحد الظروف ديالو، كل واحد والشخصيه ديالو. ولو تعيوا انكم تكونوا متقاربين واحد الشويه في العقليه، ولكن ما غاديش تكونوا كيف كيف. سادس حاجه هي تكون مريح في القهوه وتعطي الناس اللي راك مريح معاهم بالظهر. مثلا راك مريح مع صحابك هكا كما راني مريح معاكم، ولقطه وحده درت كيما هكا، فهذه عيب في الجزائر. الناس كيقول لك عيب في الجزائر ونورمال في المغرب. صاحبي حنا عندنا هذه عيب في المغرب. بعد انا نهضر على المنطقه ديالي وعلى الشخصيه ديالي، انا كتجيني عيب. كاينين الناس كيديروا هكا نورمال، ما نكذبوش، كاين الناس كيديروا هكا، ولكن انا في الشخصيه ديالي كتجيني عيب، وجامي درتها شي واحد نكونوا مريحين ونعطيه بالظهر. كاينين الناس كيديروها في المغرب وكاينين الناس كيديروها في الجزائر. باش انا قلت لكم راه ما عمرك ما تعمم على شي واحد شي حاجه. حنا في الجزائر كنا كنجمعوا جماعه ونبقاو نهضروا. انا في الشخصيه ديالي ما كنهضرش بزاف مع الناس، كثير شي الا كان الموضوع ما كنفهمش فيه بزاف فانا ما كنهضرش فيه. فملي كنتجمعوا جروب في الجزائر هذه وقعت ماشي مره ماشي زوج، كنكونوا دايرين دويره وكنشيخوا، لقطه وحده كيجي واحد كيغطيني هكا كيعطيني بالظهر وهو قبالتي. وهذه في الجزائر اللي كيقولوا هذه القضيه ممنوعه ولا ما كايناش في الجزائر. الناس اللي كيقولوا هذه القضيه ما كايناش في الجزائر كاينه في الجزائر، ولا يمكن كانوا كيديروها معايا انايا لحقاش عرفوني مغربي، حسبت لهم هادشي عادي ما عرفتش. وكنت كنتقلق بزاف، كان شي مره كنت نشد بنادم هكا من يدو ونزيدو هكا، وكاين شي مره كيكون شي واحد اللي واش نقول لكم راجل كبير ولا كنحترمو ما كنزيدوش بيدي هكا، كنمشي نقلب ونوقف في الجهه الاخرى. ولكن هاد القضيه كانت تعصبني بزاف وعندي عيب هاد القضيه، وجامي نديرها انا مع شي واحد. وكاينين بزاف المغاربه اللي كتجيهم عيب كما كاينين بزاف الجزائريين اللي كتجيهم عيب، وكاينين بزاف اللي كتجيهم عاديه كما كاين بزاف ديال الجزائريين كتجيهم عاديه. الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف قسمته على جوج اجزاء، الا كتفرج فيه في النهار اللي لونسيتو فتسنى الجزء الثاني غدوة ان شاء الله، والا كتفرج فيه من بعد ما لونسيت الاجزاء بزوج فهو كيبان لك هنايا الفيديو ولا غادي تلقاه في الديسكريبشن ولا في اول تعليق. الجزء الثاني ديال 10 اشياء ممنوعه في الجزائر وفي المغرب عاديه، تفرج في 7، 8، 9 و10. الله فراسكم، تلاقاو في الجزء الثاني. يلا باي.